حتى اللي هديتها وردة بعز الأزمة والزحمة بوسط البلد، وتاني يوم بكيت عليها كتير لأنها شافتها دبلت. هي يلي سرقتك من بين الكل تكون أبو ولادها يلي رح يجوا، يلي رح يكونوا بيشبهوك وبيشبهوها بيشبهوكم. هي يلي أخدت علكتك وحطتها على الرف العتيق الخربان المهرهر، الرف يلي كله ذكريات، يلي كله حنين، يلي كله أحداث، فيه كل شي عملته، فيه أنت. غرفتها قايمة قاعدة، الأواعي مخربين المكان، حرامها متسطح على الأرض، مخدتها متعربشة على المروحة، بنطرونها تحت السجادة، وفي ألم الأيلاينر. الغرفة ما في أبشع منها، وبهادي الأمها عليها كسر ظهرها، بس الرف ما في مثله بالرتابة والترتيب، ما رح تلاقي مثله بالصف والتزبيط. في وردة جافة عليها ريحة عطرك، في محرمة فيها خصلة من شعرك بس قصته، في شقفة ورقة مشقوقة من روزنامة مكتوب عليها بحبها، في جلدة ساعتك اللي انقطعت وانت عم تلحقها، في رسمة لعيونك بقلم الرصاص، في غطا تبع قلمك محطوط كيس معسلة، وفي كم فحمة هدول اللي بيلهوك عنها، في ضفر تركيب مرة شلحتها يا حكيت لها خبي، في 10 علب عطر فاضين من ريحتها يلي بتجنن، في اسوارة عتيقة رايحين الرسمات عليها. وياه لو تشوف هالرف. أما لما بتبهدلها على أواعيها بترد عليها، يا أمي أنا بقدر أجيب الأواعي إمتى ما بدي وأي ساعة وأي وقت، بس الرف يا ماما، الرف من وين بقدر أجيب غيره؟ سخيفة، مولدنة، فظيعة، غريبة، هي البنت بس تعشق هي التفاصيل، عم تكبر وفي انت وفي هي وفي هالرف.